بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيت درس ويس 22 من دروس شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. مازال كذب باب طهارة الماء، باب طهارة الماء والثوب والبقعة. وقيد الباب مازال غادي ساقيد درسين قالوا ان شاء الله تعالى في هذا الباب. اما كان تزرى ما يثمثن ذي الفقه ذي الشرعيث تظليث الى قص الشرط الطهاره، والطهاره صفه حكميه ثزدي اما بمن نهضر فمان، والماء المراد الطهور هو الماء المطلق الذي لا يكون بلا يكون بغير قيد ولا إضافة، كمثل مياه الآبار، مياه الأمطار، مياه البحار، مياه الأنهار، إلى غير ما شرحنا. يعني يكفي كان شرحي ثنتيد ذمن لهوى، ذمن البحار، ذمن الفيور، ذمن ترقى، ذمن يوكا مناقي، يوك اسم الماء المطلق. ميلا إلا تشوثي خلظن يخلظ يدس، أما ذي الزيت، أما تامن، أما ذيفكي، أما ذيغي، ونزميرس نسمي أمان. هذا يغال ماشي ذمن كان كمطلق، أديني ذمن يخلظن. ما ردين كان يخلظن يغال ويصلح عليه الزليث، ويصلح عليه الوضوء، يصلح للعادة لا للعبادة. العادة غتسير سيس الأحوال، حما إلا غمان خلطنا كذو يفكين غشوط نزيد سير ذي الأحوال فكيتني الزمور في الطجرة، يعني وقي قرنا يصلح للعادة ماشي للعبادة، ولكن أمان يصلح الوضوء العبادة أذيلي الماء الطهور الوضوء بفتح الواو، خاطر مدينة وفو سلواو مفتوحة، ثمان يصلح للوضو، مدينة الوضو صدمنا الوضو معناه ذي العملية، مدينة أذغغ الوضو، أذغغ الوضو، الوضو بالواو المضمومة المراد بها العملية في حد ذاتها، مدينة الوضو بالفتح، ذا شو المقصود ينس المعنى يس ثمان يصلحن الوضوء. أما كان ذا نهضر في طهارة الثوب وطهارة البقعة، طهارة الثوب إلى قلب ساعة لزديت صافي أمان زديت صلحا، أرنوياس اللبسة صزلت لزديت، أرنوياس البقعة المكان، وقين شرحه آخر ما شرحنا في درسنا وفي مجلسنا السابق. ثم نكمل. وقال المصنف: وأقل ما يصلي فيه الرجل ذا شوث من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء، يعني أقل ما يجزئ ويرفع الإثم عن المصلي هو هذا. وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء. والدرع القميص، بعدين بدأ يشرح ما معنى الدرع، معنى الدرع هو القميص، الحد الأدنى الذي يجزي ويرفع الإثم عن المصلي هو الثوب الساتر، الحد الأدنى في مذيل سلفسة أرثي الصرن فصرا فصرا ذي ثقفايلي ثقرنا كن يفكى ربي ثلاثا السر، السر ذلي سر شرع إن يغدو ريزميرا بعد ما يروح هذه الظالة ذي فديري فاسنا ربي نتسى سمحتي يوري السيرة ريمانيس إلى قد السر ريمانيس أثن. وقيف غديني المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. أم بعد يروح المدينة: وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ،
إمي دي هضر في فرقاز يغالي هضرد في ثمطوس ذا ثمطوس مرات الظال إناد أقل وأقل ما يجزي أغرد قرب وأقل ما يجزي فلا يمكن تفضي ونلسى مستور أذي يرنوى قندور أذي يرنوى فرنوس أرنوى في ماني الزيادة ما عليش من نقصان لا الحد الأدنى ذي يوم السلام ذا ثمطوس كيف كيف وأقل ما يجزي المرأة من اللباس في الصلاة في الظليث الدرع الحصيف اش ما المقصود بالدرع الحصيف معناه الكثيف الدرع ذهن والدرع القميص ثمطوس تقندورتيس يعني الحصيف يعني ماشي تينا الشفافة يعني تينا رقيق تينا يعني هكا يزور شوية اتيسرا من بعد ناد السابغ ذا شو المعنى يس السابغ المعنى يس التام الكامل الساتر وقيل المقصود السابغ يعني ذي اللفسة أريسرا ثم الطوث وقيل المقصود السابغ معناه ذي اللفسة كاملة تامة هثة وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل طبعا تقريبا هذا الكلام لماذا ذكره المصنف ابن أبي زيد القيرواني دفعا لتوهم دفع لتوهم وان كان هذه المساله ماشي قال كنيس خاطر ودي هضر في هيئه الصلاه ودي هضر في الصلاه هكا يمي دي هضر في طهره الماء دي هضر في طهره الثوب دي هضر في طهره البقع طهره المكان من بعد يهضر غير في اللباس طبيعه اللباس يعني راه يصرنا مثلا ما درك زعما تصمتوش نشرح حيثيت من بعد يسكشم داولاكي يدوى تباشر بكفيها الارض في السجود مثل الرجل دفعا لتوهم ممكن السينيون يلقي فاسيس سليل وهم خاطئ فاسيس سليل احرار ولقرث ان تصر اي غرب باش تسجد وتقوم بهيئه الصلاه بكل حريه نكفى ثور الباب ثور نشم لي باب جديد اللي هو باب صفه الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار يفضى المصنف شدينا وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه شو المعنى يس إزمر يوندي هنا أذي خمم أسيني إيلاق مستنجاغ أذغ الوضوء ثم يعني ولا قرد يخدم الفارق أخيني روح غلي طواليت يعني استنجا من بعد إلى قسم ثم ذي غلوضو لا 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 ما عنده حتى علاقة المعنى يسي زمري ولذي استنجي خامس في العاشرة من الصبح ثورة مي يبغل وقت الطهور أثير حد يغكان لوضو الاستنجا ذي خام الوضو ممكن يعني مكان الوضوء ديال الجامع وذا الزمن لو طون الوقت بعد ساعتين نص ساعتين ضمن النفس يجوز هما الى يون ريح وجه الاستنجاء الاستنجاء يرى الى يون طرد الاستنجاء الصباحي الفجر سيون ريق ما المد العشاء ذا شو يوضو وقت العصر نطهور يبغى يعاود الوضوء يعاود الوضوء وسي قرارا ايلاق الاستنجير مد يحضر ذا الوضوء لا الاستنجاء عبادة منفردة ذيوث العبادة وحدس لا يجب الوصل بين الاستنجاء والوضوء اشو دينا وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه معناتها اريلي السنة للوضوء اريلي الفرض الفرائض الوضوء الاستنجاء وحدس والوضوء وحدس وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده ويجزئ فعله بغير نية معناتها ايون ذا شو يبغى ديني ذا قد يقرأ الاستنجاء اجي نغ الاستجمار وناخذ من صوزرو نغ سلكا غضم ثورا الى البابي سبيسيال وكذا الى اخره إن كذا شو المقصود؟ المقصود تكسر نجاسه هذايا تسدي المقصود تسدي فا
فهي عبادة مستقلة منفردة هثا. إن لئلا يصلي بها باش بنادم يتزال راس نجاسة. وقد قلنا بأن الطهارة هي صفة حكمية، لئلا يصلي بها في جسده الصورينس ويجزئ فعله بغير نية. إزمريون الواحد يستنجي بلا نية، يقيم لك خام يبغى يستنجي روح يستنجي عادي بلا كل نية ياكل. وتحسب العبادة الله يبارك يسعى على جرف الناس خاطر تزدي. من بعد ثلاثة أربعة سوايع يكشم دو وقت نزال لي سي الزلة، هذه روح هذه الوضوء مباشرة وهذه الزل عادي هذا. بعدهم يدينا ويجزئ فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب النجس يعني أما أمين يستردن يعني الفسينس ما إلا ثومس أتيزيز دي. المبغل مدينة ولا يستنجى من ريح، لا حياء في العلم. يون ما إلا ذي النفس كان ديفرنس تاع بوطيس ماشي أوبليجي هذا روح هذه يستنجي خاطي. ما ذي النفس يفغد ميد يحضر وقت نصلي هذا روح هذه يغلوظو نبلا ما يعاود الاستنجاء بلا ما يخلي الاستنجاء وكيف غادي يدير المدينه اذا قالها يهضر في الاستجمار وكذا ثلاثه يزرى وكذا الى اخره باش تقدر تتم به الطهاره. يختمي سناد والماء اطهر واطيب، يكمل شو احب الى العلماء خاطر هناك عالم قال يعني عنده راي اخر، ولكن والماء اطهر واطيب يعني كني فغوي لا بنادم يزز ديما نسس الكاغوظ نغسس وزرو نغسس واكل كذا لا، إنك الماء اطهر. الماء ثمان يعني اكثر طهاره واطيب ويلها يلها هو ماء طيب طاهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.